نشرة الأخبار. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أنتم في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية، منها نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة السابعة صباحا للأخبار. ومن عناوينها، رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار إعادة بناء أسطول نقل بري جديد. صدور دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور الخاصة بالمترشحين متاحة بداية من يوم غد الخميس على موقع الويب. وزارة التربية تفرد النواب ممن تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار رئاسي. تونس تستضيف ابتداء من اليوم المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا. وفي شؤون الشرق الأوسط، حركة حماس تجدد تمسكها برفض أي اتفاق مع الكيان الصهيوني لا يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله مساء أمس سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل. دعا إلى مزيد تكثيف الجهود والتنسيق بين كل الأطراف المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار اقتناء وسائل نقل جديدة لإعادة بناء أسطول نقل بري جديد. واطلع رئيس الدولة بالمناسبة على تقدم أشغال عدد من المشاريع الكبرى، مؤكدا ضرورة تجاوز كل الصعوبات التي أدت إلى تأخر استكمالها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لعام 2024، وأكدت أن عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا على موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية خاصة بكل مترشح، ويمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم بداية من يوم غد الخميس عبر موقع الويب الخاص بالتوجيه الجامعي. كما يمكن اعتماد خدمة الأرساليات القصيرة على الرقم 85 3 أصفار بداية من اليوم الأربعاء حصريا من رقم الهاتف الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 42.20%. وكشفت وزيرة التربية سلوى العباسي خلال ندوة صحفية أمس عن عزم الوزارة على مراجعة مناهج عدد من الشعب الدراسية في التعليم الثانوي. الاقتصاد والتصرف هو محل تفكير، أن نراجع مخرجات هذه الشعبة، الغاية منها ما الاقتصاد، ما التصرف، ما الحاجة إلى هاتين الشعبتين، هل مناهج هاتين الشعبتين توائمان التوجهات نحو الاقتصاد الاجتماعي والمحلي. أيضا شعبة الأداب خصصناها بإنجاز سينفذ إن شاء الله، يتمثل في التشجيع على التوجه إلى المعاهد النموذجية دون مرورا عبر مناظرة. كل من ينجح بمعدل 15 يمكنه أن يلتحق بالمعاهد النموذجية. لشعبة الفنون لفتة من وزارة التربية، فقد قررنا أن نعمم هذه الشعبة على كامل الجهات بمعدل قسم واحد في كل جهة. وبخصوص ملف الأساتذة النواب، أكدت وزيرة التربية أنه سيتم إدراج النواب الذين تجاوز سنهم 50 بقائمة خاصة سينظر فيها رئيس الجمهورية. التسوية ستحتكم إلى معايير أربعة، هي الأقدمية في النيابة وطول النيابة والاختصاص المطلوب والسن، وسنفرد النواب الذين تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار من أعلى سلطة لأنهم تجاوزوا سن الوظيفة العمومية. أما الذين سيبلغون سن 50 قبل العودة المدرسية فقد أفردناهم أيضا بقائمة المتخلدين بالذمة من 1000 الذين لم ينتدبوا السنة الفارطة.
وينظم الأساتذة والنواب اليوم تحركا احتجاجيا ينطلق أمام وزارة التربية ثم رئاسة الجمهورية للمطالبة بتفعيل اتفاقية ماي 2023 مع القطع نهائيا مع التشغيل الهش. المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري: تحركنا اليوم قام الذات تحرك تاريخ 26 باش تكون امام وزاره التربيه في حدود 9 صباحا باش تكون بوصلتنا رئاسه الجمهوريه. الحقيقه احنا وجدنا الى رئاسه الجمهوريه في اطار معنا دعوه صريحه للسيد رئيس الجمهوريه من اجل معنا القطع ما تشغلهاش. نامل انه يكون يوم مفصلي. نحن الحقيقه ثمنتنا النقاط التي صدرت في البلاغات المتواتره من وزاره التربيه حول عمليه التحيين، ولكن احنا ديما راهو مطلبنا الاساسي هو تسويه وضعيه جميع الاساتذه النواب من 2008 ل 2024. احنا مطالبنا الحقيقه هو التعجيل بتسجيل عمليه التحيين المرور إلى تفعيل اتفاقية 23 ماي 2023. وقعت تونس والوكالة الفرنسية للتنمية أمس 4 اتفاقيات مالية تتعلق بقرضين بقيمة 130 مليون يورو وهبتين ب 7 ملايين يورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وعدد من المشاريع الخاصة بوزارتي التربية والشباب والرياضة والبرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية. وفي لقاء جمعه أمس بقصر الحكومة بالقصبة برئيس الحكومة أحمد الحشاني، جدد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريميريو التزام مؤسسته واستعدادها لمواصلة دعم تونس في تجسيم توجهاتها وبرامجها التنموية ذات الأولوية. تستضيف تونس ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي تحت عنوان الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بمشاركة خبراء من حوالي 30 دولة. تنطلق اليوم بمعرض الكرم بتونس تظاهرة بيج تيك 2024 لتتواصل إلى غاية 29 من جوان الحالي لمناقشة مواضيع تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. منظم هذه التظاهرة اسكندر الهدار ومزيد من التفاصيل. التظاهرة هذه بتستقبل أكثر من 15,000 زائر على مدة 4 أيام. تظاهرة تهم قطاع التكنولوجيا قطاع الذكاء الاصطناعي. عندنا الحقيقة 160 متحدث وخبير، تقريبا منهم 100 إكسبير وكونفيرونسي من خارج تونس. عندنا تقريبا 150 إكسبوزان منهم تقريبا 50 مؤسسة ناشئة مختصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القطيعة اللي باش تقدم الخدمات نتاعها في مختلف القطاع. وتقريبا كذلك عندنا ما يقارب 300 جون اللي باش نعملوا لهم تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي لمده 3 أيام. تونس هي معناتها سوق استهلاكيه يمكن صغيره اما لكن هي سوق انتاجيه كبيره. تونس باش تعيش على وقع تظاهره هامه موقعها دوليا على المستوى التكنولوجي. تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية أحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تفتك وفق آخر الإحصائيات بأكثر من 296 مليون شخص حول العالم. وفي رسالة بالمناسبة اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المخدرات سبب جذري لمعاناة إنسانية لا حد لها، محذرا من أن المخدرات الاصطناعية أصبحت أشد فتكا وأكثر تسببا في الإدمان. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. إلى آخر التطورات في أراضينا الفلسطينية العربية، وفي اليوم 64 بعد 200 واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع بارتكاب 3 جرائم أدت إلى استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة حوالي 139 آخرين. واستهدفت طائرات الاحتلال الليلة الماضية مخيم الشاطئ بقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 10 من بين أفراد عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. كما استهدف جيش الاحتلال 5 مقرات للنازحين من القصف الصهيوني الذي أدى إلى فقدان حوالي 10,000 فلسطيني. وعلى الجبهة اليمنية أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي تدمير سفينة أخرى تدعم الكيان المحتل بالعتاد في البحر الأحمر بصاروخ باليستي متطور.
دبلوماسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تمسك الحركة برفض أي اتفاق مع الكيان الصهيوني لا يضمن وقف إطلاق النار في القطاع. في المقابل، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها وتزويد إسرائيل بالأسلحة. تزامن ذلك مع توقع تل أبيب أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت قريبا. هذا كل ما لدينا في هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاح الحافلات والقطارات وعربات المترو في انتظار إعادة بناء أسطول نقل بري جديد. صدور دليل التوجيه الجامعي وكلمات العبور الخاصة بالمترشحين متاحة بداية من يوم غد الخميس على موقع الويب. وزارة التربية تفرد النواب ممن تجاوزوا سن 50 بقائمة مستقلة سيصدر في شأنها قرار رئاسي. تونس تستضيف ابتداء من اليوم المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا. وفي شؤون الشرق الأوسط، حركة حماس تجدد تمسكها برفض أي اتفاق مع الكيان الصهيوني لا يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية النشرة، يوم سعيد متواصل بعد قليل مع الحبيب أشغام حتى 9 صباحا. متابعة طيبة للجميع مع أجمل تحيات كامل الفريق.